أعلنت أستراليا أنها ستوفر لحوالي 10,000 من حاملي جوازات السفر هونغ كونغ الذين يعيشون في البلاد فرصة للتقدم للحصول على الإقامة الدائمة بمجرد انتهاء صلاحية تأشيرتهم الحالية. وبهذا الشأن قالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هوا تشونغ يينغ خلال مؤتمر صحفي أن ما تقوم به أستراليا يعد انتهاكا جسيما للقانون الدولي والمعايير الأساسية للعلاقات الدولية، والإضافة عن كونه تدخلا صارخا في الشؤون الداخلية للصين، ولن تقبل الصين ذلك. 我们看到澳方呢整天把反对 لقد رأينا أن أستراليا كانت تتحدث دائما عن معارضة التدخل الأجنبي، بل هي أساءت استخدام قانون مكافحة التدخل الأجنبي لترحيب الطلاب الصينيين أو الخبراء أو الأشخاص ذوي الصلة، أو حتى اتخاذ إجراءات غير لائقة ومهذبة. ومع ذلك تدخلت مرارا في معالجة الحكومة الصينية القانونية للقضايا المتعلقة بهونغ كونغ، فهي من ناحية عرضت تشريع قانون الأمن القومي في هونغ كونغ، ومن ناحية أخرى طلبت من سكان هونغ كونغ المتجهين إلى أستراليا لاجتباز اختبار الأمن القومي الأسترالي. إن نفاق أستراليا ومعاييرها المزدوجة العارية أمر مدهش. إصرار الحكومة الصينية على الحفاظ على السيادة الوطنية والمصالح التنموية لا يتزعزع، كما أن تصميمها على معارضة تدخل القوى الأجنبية في شؤون هونغ كونغ لا يتزعزع أيضا. ومن غير المرجح أن تنجح محاولة ممارسة الضغط على الصين، نحث الجانب الأسترالي على تغيير مسارها ووقف التدخل بأي شكل من الأشكال في شؤون هونغ كونغ والشؤون الداخلية للصين حتى لا تتسبب في مزيد من الضرر للعلاقات الصينية الأسترالية.